السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحول رصيد عن طريق برنامج كواي، رصيد للموبايل. هنعرف كل الخطوات. لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو وشير لأصحابكم عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نبدأ الشرح. أول حاجة هنروح على الصفحة الشخصية في كواي، هنلاقي فوق هنا موجود عندنا اربح مع كواي، هنضغط عليها. هتحمل معانا 100% وبعد كده هتفتح لنا الصفحة اللي موجود فيها ذهب كواي. هنا بقى دي الصفحة اللي موجود فيها ذهب كواي زي ما احنا شايفين. هنا هناخد بقى النقدية دي نحولها لرصيد للموبايل. هنضغط على السهم اللي جنب الفلوس ده. بقول لكم الخطوات بالتفصيل عشان تبقى واضحة ليكم اكتر. هنا هنلاقي كلمة سحب، هنضغط عليها. هيجي هنا هنلاقي عندنا اختيارين، في سحب وفي شحن رصيد، هنضغط على شحن رصيد. بعد كده هنختار شحن رصيد المكالمة، هنختار 10 جنيه. بيقول لك هنا اني بتدعم فودافون وأورنج واتصالات، يعني تقدر تشحن للثلاث شبكات دول. وهنا هيقول لك حط رقم الموبايل بتاعك، هندخل الرقم. وهنضغط على كلمة مشغل عشان يعرف الشبكة. كده هو عرف لنا الشبكة. لو عايزين نغيره هو بيقولك بداية الشحن 8 جنيه، فهخليها 8 جنيه. وبعد كده هننزل تحت هنلاقي شحن رصيد، هيأكد عليك هيقولك ان المبلغ 8 جنيه لرقم الهاتف كذا، واللي هو تبع شبكة اتصالات او شبكة اورنج او شبكة فودافون. وهنا في رسالة مهمة بيقولك يمكنك حفظ رقم هاتفك لتسهيل شحن الرصيد في المرة القادمة. لو عايز تحفظ الرقم ده بحيث ان كل مرة تبعت عليه هتضغط علامة صح في المربع، لو مش عايز هتشيلها بالشكل ده. وبيقولك معلومة ان كواي هو اللي هيتحمل تكاليف الشحن. طبعا كده يبقى احنا رجعنا من معلومات، هندوس على كلمة تأكيد. نجاح الشحن، وطبعا الشحن بيوصل في ساعتها، ما بياخدش وقت خالص، يعني مجرد ثانية بعد ما بتخلص العملية دي بتلاقي الرسالة وصلت لك ان تم شحن الموبايل. هتدوس هنا عملية اوكي، ويبقى كده هنلاقي الرصيد بتاعنا قل ليه 8 جنيه. والتمانية جنيه دول راحوا فين؟ راحوا لشحن الموبايل. خلال دقايق هتلاقي على طول الرصيد وصل للموبايل بتاعك، وبعتوا لك رسالة ان الرصيد ده متحول من كواي. فالعملية كده نجحت جدا. ما تنسوش لو ليكوا اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات، واتبعوا الخطوات دي وشوفوا الفيديوهات التانية ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايكات كتير للفيديو وشير لاصحابكم. مع السلامة.